لأن الحكاية تستحق أن تروى بلسان أصحابها. هنحكي حدوتة؟ هي ما تتحكيش، هي لازم تتشاف. وحتى لا تنصهر القصة ولا تكون آفة حارتنا النسيان، عينك وودنك انتباهك كله تارجت، لأن أرض المعركة هي عقل الإنسان. دي كانت رسالة العملية الرئيسية، أننا أصبحنا القوة رقم واحد. هل قتلتم الرجل؟ قال نعم وكان مبتسما. لأن للحرب على الإرهاب والتطرف وجوها كثيرة، يجعل فكره هو معيارا للهدى، معيارا للدين. هو يعرف كيف ينفذ إليك، متى يضرب من، حتى لا تشوه الحقائق. المعلومة أمامهم لكن لا يرونها، ولا تحرف الوقائع. ليه ندي الإخوان 48 ساعة؟ احنا يجب أن نسيح الإخوان الآن. ولا يزور التاريخ. قال بصراحة ما كناش متوقعين أنكم هتعرفوا الدفع عن قضية. معلومة مدققة. مصر أم الدنيا مش لأنها قديمة، لأن كان كل المضطهدين في العالم وكل الطموحين يجوا هنا عشان يبنوا نفسهم. ما تتخيلش فرحة الناس قد إيه لما ربنا كرمنا والمركب اتحركت وطلعت. دور اللي بتعمله قناة السويس وهي في نظر العالم عامل إزاي، ونقل البحر أهميتها إيه بالنسبة لك. الكلمة نور وبعض الكلمات قبول. جورج أبيض وحمدي غيس وعبد الله غيس وأمينة رزق وسامح أيوب وسناء جميل. تفاصيل جديدة ممكن يبان عادي بس هو مش عادي. وهكذا هي مصر، وهكذا هم مبدعوها. الوثائقية، القصة كاملة. طيب بصوا بقى، الوثائقية زي ما بقولك كده، بص شوف، في حاجات بتتولد كبيرة، أو في حاجات بتتولد حلوة، في حاجات بتتولد مبهرة. أنا من مدرسة بتاعت أنه سيب الحاجة تاخد وقتها وتصل إلى مراحل النضج، وأنه هو ده السياق والمسار الطبيعي بتاع أي شيء، أي شيء. وفي ناس تانية بتقول لا، لازم الحاجة تبدأ من البداية مبهرة كبيرة رائعة. طيب قلنا هنعمل القناة، عارفين قلنا هنبني، وادي احنا بنينا السد العالي، قلنا هنعمل القناة الوثائقية بتاعتنا. المتحدة اتخذت القرار، اشتغلوا مع قطاع الوثائقي بالمتحدة، تم تكليف زميلنا شريف سعيد علشان يترأس هذه القناة ويبدأ يجمع في فريق العمل. ثقتي الحقيقة سواء في شريف أو في دريني، وفي نفس الوقت انه انا عارف الناس دي بتشتغل ازاي، فقلت اكيد هيعملوا حاجة عظيمة جدا. لكن هل بالضرورة نبقى جامدين قوي يعني؟ مش بالضرورة، احنا لازم ناخد وقتنا. انا كده، انا واحد من الناس اي حاجة عملتها في حياتي بشوفها انها تتدرج الى ان تصل للمرحلة بقى اللي ايه نقدر ساعتها نحط لها تقييم موضوعي وسليم وما الى ذلك.